تذاكر الأيام عنوان لمجلدات محفوظة في الذاكرة. دفاتر مبعثرة نبحث عنها في أطياف الذين سبقونا، فمن أيام الطفولة حتى الشيخوخة أشعر برغبة تشدني للإصغاء إلى الأخبار التاريخية، والتاريخ يعيد نفسه في حقبات متفاوتة وأشكال متقاربة. ولدت مارونيا كاثوليكيا رومانيا إيماني إيمان بطرس وإيمان بطرس إيماني، أؤمن بتعاليم أمنا الكنيسة الكاثوليكي الجامع الرسولي، وعلى رجاء القيامة أمون. وهذه ترجمة حياتي البسيطة. أبصرت النور في اليوم الأول من شهر شباط عام 1921. أهلي كانوا يهتمون بالزراعة وتربية المواشي، ماعز، بقر، دواب، حمري. تعلمت عند اثنين اخورنا، اول شيء الخور يعقوب، الخور يعقوب علمنا عربي، ما بيعرف سرياني فرنسي، عربي سرياني، كنا روضه تقريبا يعني. وقت جاي الخور الياس ايوب، الخور الياس ايوب غير وجه الضيعه كثير، كانت الضيعه فيها خرافات لدرجه متناهيه، كل هيدي ليشها. انا جدي مشواري على مؤسسه طلوع الامن كان سببه، ما له سبب قلة العمل، عدم وجود عمل، ضيع نائي. نحن هون بدنا نشتغل حتى نعيش ونعيش عيالنا. فت على المؤسسة ب 15 تشرين الأول 1945، كنا ضحية الوظيفة. إذا بدك تشوفي دفتر الهوية تبعي تشوف ويني يعني، كم مركز خدمت، كل شيء خدمت 16 سنة بالدرك. كنت عند سوق الضباغة بيسموه، كنت أعترفه من جهة طلوع، طلعت على جهة البولفار. هلا البولفار ما كان في بولفار، كان وقتها نهار بو علي ملولا أمير من التجارة. شفت العلم عم تركض، طلعت لقيتهم مجمعين، شفت ايد كان شي فرد بيضرب بالفرد، بده فهرتش وما بيحلو من البشر، واللي خصمه كمان عم عن يقومه وما راح يخليه يخرطش الفرد. هلا انا شمطتني هيك، ما عدت ولا 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 ترويت انه انا ايش بدي يتحشني بين هالجمهور كله سوا. ضليت رايح وعيني فيه، عيني بالايد اللي كان مشي الفرد. وصلت لورا والعالم مجمع عليهم كبشين ببعضهم البعض كلهم سوا، نتيجه مديت ايدي لقطته، ما كلفني برمي وحده شلحت الفرد، خرطشته والله حطيت ايدي بزنوره وجريته قلت له بس المرهومه. وفي العالم وقفت صرت اتفرج كلها سوا، قلت يعني انه ما في له واحد من قريب هذا من اهليته ومن رفيقه، ما حدا. بعد ما رجعت قدمت إفادة أسر معه، بيقول إن الزعيم قائد فيلا الدرة يوجه تهانيه الخطية إلى الدرك الراجل بشير بشارة رقم 3938 من مخفر بيت مندر، مع منحة ومكافأة مالية قدرها 15 ليرة، يعني كانت تجيب مش شيء 15 ليرة منيح يعني،
للسبب التالي. بقول بتاريخ 13 يار عام 1947 بينما كان مرة في أحد شوارع طرابلس أعزلا من السلاح أمعي سلاح أعزل، شاهد شخصان يتشاجران بين جمع غفير ويضرب أحدهم الآخر بمسدس على رأسه. اقتحم الجمع وصادر المسدس وأوقف ناقبه وسلمه إلى القوة التي حضرت التحقيق، فبرهن بعمل هذا عن شجاعة وحسن تدبير جديرتين بالثناء والتقدير. السهل وجودي معي كانت رواتبنا ضئيلة شكل عن رواتب الموظفين بالحكومة اللبنانية كلها سواء. قاموا سنة 60 عطيونا درجتين استثنائيات بدلا عن حيف سابق، متأخرين علينا كانوا، قاتلين علينا قبل النتيجة. اجت كانت سلم الدرجات 10، أنا كنت درجي 8 وجيتني 2 إضافيات أو استثنائيات ما بينحسبوا من الدرجات الأساسية، بس بالمالية حسبوهم. بدي أطلع على الدورة 10، مو أنا وحدي، أنا وكتار كنا ما بالمالية ما قبلوا. واحد بالمالية قال لي لا بدنا نعدلوا القانون حتى يخدوهم. تشكينا على الدولة وخدنا الحكم، خدنا الحكم على الدولة. كانت غني عتابة وهو طلع الشغل، أنا دار بالبيت ما بني شيء، ما كان بني شيء، ما بني شيء أنا أبدًا، وما بطلع من البيت أنا، أبدأ أشتري البيت وبطلع. عرفتي كيف؟ ما برو أبرو أبرو عند حدا. ولادك وين؟ ولادك ولادك وين كانوا؟ ولاده يعني فارصة، وأنا ولادي من أستراليا تتحاي أجزمان، ما عندي غير أخي غير جورجيتهم، ولادي كل مننا لو أننا كانوا بيعملوني عند الله. هلا واحد بيسافر أكيد 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 بده تضل غصة بالقلب، يعني صعب كتير الفرقة. يا غافي وعيونك لعينينا نور، سحرت عشقونك حبة البخور. يا غافي وعيونك لعينينا نور، سحرت عشقونك حبة البخور. اتاسك الحق لي مسبحك البعيد، بحنية السبيل ركعت وصليت. يا فليعلم الرومان أني وضعت لنصرهم في الأرض حدا، فضبت صليبهم عندي أسيرا، دليل جد أنني قد فزت جدا، ودست بأخمص هامة ثريا، وفقت ملوكهم عزا ومجدا. فهيا يا مليك الفرس هيا بجيش زاخر كالرمل عدا، وكن كالليث منقضا عليهم، فصد جحافل الرومان صدا. فكم من فارس ولا أمامي، وكم من قائد كالبرج خدا.